لثلاثة أيام على التوالي شارك 21 متدربا من مختلف الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة في منطقة جميل بدورة تدريبية أشرفت عليها وزارة الصحة ومكتب الصحة جميل. الورشة تهدف إلى الرفع من كفاءة العاملين في قطاع الصحة عن طريق استخدام نظام DHIS2 الذي يختص بجمع المعلومات عن كل مركز أو وحدة صحية، ويتم ربطها بالمنظومة العامة لوزارة الصحة عن طريق شبكة الإنترنت. يهدف هذا البرنامج طبعا إلى استحداث برنامج جديد يهدف إلى تقييم المرافق الصحية من خلال هذا النظام الجديد، يعتبر حديث في ليبيا. واليوم موجود نحن في منطقة جميل لتدريب المستخدمين على هذا النظام من جميع المرافق الصحية بمنطقة جميل، وكان الصراحة الحضور ممتاز، التجاوب ممتاز، وهي فكرة جديدة بالنسبة لي في ليبيا، وإن شاء الله نسعو إلى تطوير هذا النظام أكثر وأكثر داخل ليبيا. نظام DHIS2 ليس جديدا على ليبيا، فهو موجود منذ عام 2006 وتعمل به أكثر من 60 دولة حول العالم، ويسهم بشكل كبير في مساعدة صناع القرار على وضع خطط مدروسة وواضحة نتيجة المعلومات التي تردهم من خلال النظام المربوط بقواعد البيانات لدى الوزارة. وبكل مشاعر الود المتبادل تم تكريم المتدربين والمدربين وتوزيع الشهادات على كل المساهمين في تذليل الصعاب لتكون الصور التذكارية مسك الختام.